الله يساعدكم يا جماعة. هلا بيكم عيني، نورتوا المحل. يلا يلا متجون هنا، ماكو قاعدة، لبسوا كفوف وعاونونا، يلا شاركونا. يا الله سلمنا، طلعنا مديونين الصفية. صحيح حكي أمي، والله صفية احنا جينا هنا حتى ناكل مو نشتغل، وثاني شي انتي منتجين يمي على الصالون، اقول لك قومي سوي شعر الزبونات. اهلا وسهلا. هلا بيك حبيبتي، جيبي لنا اكل خلي ناكل بنتي، يلا بسرعه. تمام. ماما خبر ابو المكتب، ما اعرف انتي قالت لي ناجر الغرفه اللي ورا البيت، قال اذا عندكم مجال ادز المؤجر يمكم. لا عيني لا يجون، ما تشوفين عندنا كوما شغل، خلي المغرب يجون. اي تمام. ما شاء الله صفية، الله لا يشبعك، لك انت ايش قد تحبين الفلوس. والله امي هالمرية تحكي صدق، لك ما شاء الله عندك مطعم يخبل وشغل زين، وهم ما شاء الله عمو نعمان هم يشتغل محقق وتاكسي، وهم ما يكفي تردينة اجرين غرفة اللي ورا البيت. ايش بيك يا معودة، اهدي شوية، الحياة مو كلها فلوس. للصفية على مود الفلوس تفوتي لك واحد غريب. اي انتم ما تعرفون اني احب الفلوس كلش هوايه، ايش قد ما اكو فلوس ايش قد ما تكون صفيه زينه. والله صفيه سمعي مني، لا سمح الله ترى حبش للفلوس يجيب لك مشاكل، ها ديري بالك انا حذرتك. ماكو ضرر من الفلوس الزايده حنين. ها يا بنات صدق احنا سوينا شغله، زدنا سعر الاكل، يعني قبل كان النفر بثمانية وهسه صار بتسعة. شنو شنو ما صدق، ترى انت كل اسبوع زايدين السعر صفيه، شنو هاي خاطر الله لا تسوين هيجي شيء، انت شنو تاخذين كل هالفلوس وياك من تموتين، الكفن ما بيجيب اختي ترى. ها هو انا راح اخيط كفن خاص لي بيجيوب حنين. اعوذ بالله. الاكل صار جاهز. فدوه فدوه. هات ماما. عافيه. عيني ست شمس، تفضلوا بالعافية عليكم. أهلا وسهلا. خلاص صفية جبت لك نماعين، عاشتيتكم. أهلا ابني أحمد، بالعافية على قلبكم، شلون الأكل عجبكم؟ شنو ما عجبنا خالة صفية، احنا كنا صابيعنا ورا وما باقي لنا شيء، كل يطلع لنا كروش. لا أحمد أنت أصلا حلو، حتى لو يصير وزنك 100 كيلو البنات ما يعوفوك. تسلمين خالة صفية، ممكن تجيب لي قلاص مي كلش عطشان. اي طبعا انتي اخذي هذول هم، يلا قلبي انتي، يلا حياتي. مرحبا الله يساعدهم. اهلا وسهلا تفضلوا. احنا مو جايين ناكل، احنا ندور على ست صفيه. أنا صفيه خير، احنا جايين على مود تاجير غرفه، نريد ناجرها. صدوق هلا بيكم، العاد تفضلوا قعدوا، انا بعد شويه اجي يمكم. تمام. يلا احمد نتشاوف، تفضل ابني تفضل. هلا بيكم مره ثانيه. انتوا الثلاثة تسكنون سوية؟ بس ترى احنا غرفتنا كلش صغيرة، تكفيكم يعني؟ احنا ثلاثة ندرس موسيقى وعندنا حفلات واصلا دائما نتدرب سوية. صدق؟ شقد حلو. انا يوم خرجة معاد موسيقى. صدق؟ كلش حلو كلش حلو. اي احنا عائلة موسيقية، وترى انا هم معزف عود. ها شلون حفلة تسوون انتوا؟ راح يجي مسؤول من برا وراح يسووا الاستقبال واحنا راح نعزف هناك. اشقد حلو، اشقد فخر إلنا، يعني انتو تمثلون بلدنا؟ اي وش قلتوا؟ راح تأجرونا الغرفة؟ طبعا أجر، بس إيجار الغرفة بالشهر 700,000 وأريد 700 مقدمة هم. تمام نقبل. اتفقنا على الخير. هسا أكيد انتو جوعانين، راح أجيب لكم أكل حتى تأكلون، مسوي أكلات تخبل اليوم. بالتوفيق. يلا نروح لشغلنا يلا بنتي.